إذا بنت بدها تتجوز وحكي عليها وشاب بيحبها بجيبها لعندي تشوفها، يعني بنت يا ما مناش بنت. وأنت كيف فيك تعرفي؟ بكشفها. يعني من النظر بتقدر تقولي إذا فيني إذا البنت بنت أو منا بنت. مين عادة بيطلب منك هالشي ست رفقة؟ يا أما مثلا حكي عليها كتير البنت بتجي تتأكد، أو الشاب اللي بده يخدها. فين بيستصعب وشي، بعدين بقول لها لاش بدي نشكوا فيك إذا ما خليتينيش وأنا بحكيش. بتخليني. فين بنت فين مش بنت. بتكون خيفانة يعني البنت؟ خيفانة إيه. المنش مضبوطة خيفانة. بتفهمية أنه بتكون خيفانة يعني بغض النظر إذا إن كان إذا إن كان بنت أو مش بنت، بس بتكون خيفانة جاي عم تجي تكشف عن 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 ست ما بتعرفها. إيه كمان اثنين بفزعوا بس مش قد اللي منش منيحة. والله العظيم أنا بحبه لهالشاب. وإذا حبيتي بتحاكميها إذا عملت علاقة معه؟ إيه كمان أنا بقتلها بنتي ما تكون عملت هاي. والله العظيم بقتلها. بقوصها وين؟ صارت مرة معك أجت لعندك صبية وبين معك إنه منا بنت؟ ايه كيف لك؟ بس انا برش قبلش بخبرش لاهلها ولا جوزها. برشيرها بقول لها يا عيني عايبه دعار عليك وعلى اهلك وكمان جوزك عار علي، بدهم يقولوا له ما عرفتش كيف ما عرفتش عشرته عارضه اكبر عار. قالت لي انا بدي اتجوز وبحبه كيف بدي اعمل؟ قلت لها انا بوديك الحكيم بيعمل لك شيء بس بدك تبطلي هالشيء. سالني قلت له لا بنت بس انا ودي هذا اللي عند حكيم. بس ليه بدنا نبلش حياة زوجية على كذب وتكاذب ست رفقة؟ يعني ليه ما بيكون في مصارحة بينه وبين جوزها؟ لا بغض النظر عن ماضيها يمكن هو قبلان بهالشيء. أنا ماني قبلانش. الشيء آر كبير. عم بتكذب على جوزها. أنا عندي مانيش كذبت. إذا البنت تابت يا خيي الله بيقول خطيته بس توبوا بيغفر. إذا حبته. وإذا حبته. حبته بتتجاوز تنقبل. اليوم بدنا نحاكم البنت على إذا عملت علاقة مع شاب أو منحاكم البنت على أخلاقها، على طريقة تعاطيها مع الناس، هاي الأخلاق. على شغلها، على عملها، على شهاداتها. عش ما عملت تعمل كان بتكون مع ليسانس إيه ومناش ماشي مزبوط بتكون أنا بتعجبنيش. أنا بخبرش عنها بس برشدها وبقلها بجارتي. إذا بعد عرفت حدا حكي عليك بجارتك أنا إيه هاي حرام البنت. خيي بنت صغيرة وتجاربي. قديش اليوم ست رفقة أنت مقتنعة بهيدا الدور؟ مقتنعة أنه لازم البنت اللي عندك تكشف عليها؟ مقتنعة إذا كنت مناش إدمية أني بدني إياها. بتقبلي يا ست رفقة اليوم لا سمح الله ألف مرة تكشفي على 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 حفيدتك؟ كيف لك أنا إذا أنا بقتلها؟ ما بكشفش عليها خالص حفيدتي إذا بنتي أو بنتي كمان بقتلها. اليوم أحفادك بفكروا مثل ما أنت بتفكري؟ إيه أكيد بناتي بفكروا هيك. يا ست رفقة أو إذا ابنك اليوم حب بنت؟ إيه؟ وبتحبه وبتهتم فيه وبحبه وبيهتم فيها وكان في علاقه بالماضي عن مرته. ما فيش تبطل بتحبه بجيب لي غير له وبربوا لي غير له. اليوم الرجل بحاكم المراه على ماضيها او على حاضرها ومستقبلها معه؟ على ماضيها وعلى حاضرها. كيف بتخلي حدا يدق فيك؟ بيخدش انا بنتي بخليش ابني يخدها البنت اللي مش بنت. وهي كمان بحق لها تحاكمه، هو كمان ممنوع. الشاب بدل شاب حصان الشاب. البنت بتنفضح بس الشاب بينفضح. فيني انا اني احلف انه اذا منش نيم حدا فيني ولا فيني ما احلف. اليوم يا ست رفقه بهالكلام مش عم نقلل من قيمه المراه؟ لا هنكبر قيمه المراه. المراه الشريفه ما في اكبر منها لحد الله بتصول. ما في غير الشرف بدنا. ما يخي بيقولوا لك عار، بتعرف شو العار؟ في زلمه من عندنا العار اذا حدا قتل عار. اذا حدا قتل إذا قتلها مناش منيحة مناش عار. أنا عندي شو العار عندك؟ عندي العار البنت تبقى بنت تحافظ على حالها ما زي لبنت بلا ما تتجوز ما تخليش حدا يبوسها